السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحه يا رب. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا بديت من الثلاجه، اليوم ان شاء الله روتيني فاش كنبغي نتقطع مورافيت مشاركه معكم هذا، غير غنعاود معكم ان شاء الله بالنسبه للمات جداد ملي كنبغي نمشي نتقدى. قبل ما نمشي نتقدى كندير الثلاجه، كما كتشوفوا الثلاجه راه عندي موسخه، ما بقى عندي والو. انا خويتها بقات عندي فرماشه وحده هي، كما كتشوفوا راه خويتها ما عنديش الخضره وما غنتقداش الخضره، غادي نتقدى شي حاجه باش نقضي. صافي هادشي اللي كاين، وها هو هادشي اللي جبتو. علاش كنغسل هاك هكا نشوف اشنو باقي عندي، باقي عندي الكونفيتير، باقي عندي شحال من حاجه ما غاديش نجيبها. ومشيت قلبت بلاصه الطحين، المهم هادشي اللي هاد الفريكو راني مسحتو كما كتشوفوا، حيت هو كيبقى شاد البروديه واخا كنخويو. درت داكشي اللي نخاف يخسر ليا. هيا غادي نغسلها مزيان. انا وريتكم البرودوي باش كنمسحها كيخرجها كتشعل، هذاك البرودوي زوين بزاف. انتم شوفوا الفريكو راه كان موسخ عندي، راه تقريبا من رمضان ما غسلتوش لانه كان نقي، انا غير مسحتو بهذاك البرودوي. غنوريه لكم وغنغسل اله البانيني معكم، لان بزاف البنات قالوا لي كيفاش كتغسليها، انا غنقول لكم كيفاش كنغسلها. صافي غادي نمسح الثلاجه مزيان ورد لها هادشي نزتو فيها، ونمشي ان شاء الله نتقدى ونجي نوريكم التقديه اللي تقديتها ان شاء الله. غنمشي نتقدى من اتاكاداو ان شاء الله. ها هي البنات كما كتشوفوا، انا درت فيها الغدا، درت فيها في عوض باش نشوي في الشوايه، شويت فيها هي الكفته، ما كندير فيها لا زيت لا والو، درا غير ليدام ديال الكفته. المهم حتى القطبان كنديرهم فيها، كنجيب دوك القطبان ديال العود كنرطبهم في الماء وكنشوي فيها، هي الصراحه كتهني. المهم ان جبت واحد الكاغط هكا، بعدا قبل غندير هاد السخن ونجيب هاد الكاغط، غادي نسد. واحد البنت البارح قالت لي وريني عفاك البانيني والعجانه، اختي البانيني هادي هي ماركه ديال طوريس زوينه، كندير فيها مسمن، ندير فيها حرشه، ندير فيها بالضبوط، نطيب فيها كفته، نحمر فيها اللوز، نحمر فيها كاوكاو، كدير المهم اي حاجه تخطر لك على بالك كنديرها فيها. بصراحه زوينه، خيره من خيره، انا كتعجبني. الثمن تاعها اختي 500 درهم، وحتى الماكينه تاع العجانه تاعي هاد الماركانيس. المهم انا عندي بزاف ديال هادشي ديال الطواريس، عندي بزاف صراحه زوين، الحاجه ديالتهم ما غاليهش بزاف وكتصدق. صافي غنخليه يسخن شي شويه ونرجع معاكم ان شاء الله. هيا الزربه كتسخن، الزربه كتنظف حتى الاخر، وكندير لها شويه الصابون. هنا مازال توسخت عندي بزاف. ها هو البنات البرودوي ديال الثلاجه، هو هذا كيدير تقريبا شي 45 درهم، ولكن وحده كدي العام وفيت، حيت كنغسل انا الثلاجه مره في الشهر. صافي كنخويها، كنرش شويه من هذا البرودوي، كندوز بزيت القطن وكنعاود بواحد اخر. صافي مثلا ندير لها لا خل لا حتى حاجه، هادشي اللي كندير لها. وزويون هذا، فن فن. صافي دابا غادي نطفيها ونحيد لها البريس، صافي غندير لها شويه البرودوي حدانيت. صافي الزربه، الزربه كتغسل حيت عندها هاد القاعده السيراميك زوينه. نغسلها بهذا ونعاودها بالسيف ديال القطن ونرجع معكم ان شاء الله. هاي كما كتشوفوا البنات مسحتها مزيان مزيان مزيان، ما خليت فيها والو، نشفتها، نشفوها من الماء، نشفتها من الماء ما خليت فيها حتى حاجه. صافي هذا هو التنظيف ديالها، ساهله وما كتاخذش منها الوقت بزاف، واللي خدمناه فيها نغسلوها موراه باش ما يبقاش داكشي تراكم ويولي عندنا قاصح، خصنا الجمع حيدو لينا. صافي البنات انا غنمشي نكمل الثلاجه، ما عنديش مهنات قلالين، غنحيدهم وان شاء الله نهيله. عندي شي صابون كدوز فيه، ماشي صابون، عندنا الصابون بزاف كطلع تنشر وكتهبط دور الماكينه. المهم كاع داك الصابون اللي عندنا بغينا نحيدوه ان شاء الله. صافي وغنديكم واقيلا معايا هاد السيمانه ناخذ الحولي قبل ما نسافر وتشوفوه معايا ان شاء الله. حنا البنات نوريكم الطحين اللي باقي ليا، هانتوما كتشوفوا فيه ما خاسر، ما داير لا داك الخيط لا والو، غير الملحه البنات ديروا غير الملحه، حيت شحال من البنت كتسولني كتقول لي خسر ليا الطحين، هذا راه الطحين اللي خديت في رمضان داك سبيسيال، وكنت زدت 5 كيلو وبقات لي شي حاجه. ها هو كتشوف فيه كنعجنو انا في الخبز، هادي السميده اللي خديت في رمضان، راه البنات كانوا معايا خديت 25 كيلو السميده، شاط لي فات تقريبا هاد نص طن.
دابا ما غاديش لا فينو لا سميده لا والو. وهذا الفورس ها هو باقي في خنشتو باقي ما قصتوش اللي جدك الشهر اللي فات هو هذا. يعني ما غنجيش معايا الديك في خطره واحده، الديك كامل ما غنجيبوش. هذا راه تحت البوطاجي، هذا دايره هنا في جهه بارده بعيده على الصهد، وكندير فيه الملحه ما كيطرا فيه حتى حاجه البنات، كيبقى هو هو. ونوريكم واحد اخر ني. وهذا الفينو اللي كنت خديت حتى هو، وقيل اختو ديك الشهر ما حدش شالي قبل منه، ما عقلتش وقيل الشهر اللي قبل منه يمكن. اه هذا كنخلي غير المسمن. شوفوا انا يدي راه البنات هذا راه ماشي، هادشي راه غير داك واحد السنيسله ديال البلاكيو شو جات لي ليديا. هذا راه الفينو كنت خديت داك الشهر اللي فات ماشي هذا، هو باقي عندي فيه تقريبا هنا 3 كيلو. حتى هو ما غنجيبوش، غندير بيه مسمنات العيد ان شاء الله بالطبيطات، وغنحط لكم واحد القرص ان شاء الله. والاخت اللي بغات الحلوه غنحطها لها هاد السيمانه ان شاء الله، صاب لي واحد الشكيل اخر. المهم انا هادشي غنصايبو غنديرو ان شاء الله في الفريكو باش يبقى ليا. كما قلت لكم غنجيه نهار قبل العيد، من نهار ما عندنا ما بقى ما يدير فيه الواحد الا بغى الله. صافي باش انا وريتكم شنو عندي. السكر غنجيب السكر ما بقاش ليا، اتي باقي عندي. المهم درت واحد الجرد للكوزينه حتى انا من داك النوع اللي كياخذ ويخشي وينسى. المهم هادشي اللي باقي عندي ان شاء الله، اللهم لك الحمد. غنجي نزيد شي حاجه قليله وصافي. وبالنسبه للقمح باقي بالقمح بنو خالته باقي عندي هذا كما كتشوفوا. هذا راه تقريبا ما فيهش هذا ما فيهش الدقيق بزاف، فيه الحمراء والنخاله، يعني هذا راه صحي بزاف. هذا كيجيبو مول الدار، كيجيبو مع هاد الشهري ولا ما نعرف، ممكن يجيبوا لي مول الدار. هذا زوين زوين زوين، ما فيهش الدقيق، الدقيق قليل فيه. شوفوا كي كحل، كيجي خبز حلو. دابا الصهد دابا مابقاوش بغاو لي الدراري الدقيق ديال النخاله. هانتوما البنات زعما تقولوا فيه شي حاجه ولا داير الخيط ولا غير ديروا غير الملحه، اولا الملحه حيه طرف ديال الملحه حيه كبير. انا كندير غير الملحه كنرشها بحال هكا وصافي. صافي هادشي اللي كاين. ها هي دقيق كامل من القمح الصلب. رايحه انا اللي كتصور ليا ياكي هاهي دوي انت المرايا. شوف اختي الشامبينيون في الهواء. السلام عليكم الناس كديرين نهز لكم. كنا رايو ندير الزيت دابا، وندوزو رايو ديال البيموات. شنو الزهرة حزوين ديال البيموات. السلام عليكم البنات، انا جيت نوريكم شنو تقديت ونوريكم الاثمنه وداك الشيء اللي خصني بالنسبه للعيد الكبير. خديته ان شاء الله، الله يوصلني يا ربي. خديت هنا خديت هذا الزيت، زيت عافيه بنوار الشمس، لقيتها هي ناقصه فيهم كاملين، ناقصه على ويلور، ناقصه على عافيه الاخرى اللي عندها داك لومبالاج كيبين. حتى هي هذه زوينه خفيفه وزوينه. خديت هاد زيت عافيه هذه، لا هذه العربي، هذه ديال القلي غير باش كنقلي بها، كنقلي فيها ممكن ناخذ. راكم عارفيني كناخذ هذه ما
وخديت هاد اللوبيا الحمراء. غندير معكم ان شاء الله واحد سلطات، الاساس ديالهم هو بطاطا وممكن تكون مشكله. المهم غادي ان شاء الله نحطها لكم ان شاء الله قبل ما نسافر، زوينه الا بغيتي ديروها في العيد مع القطبان وداكشي ان شاء الله. هذه دايره 19 درهم والزيت العربي ديال 30 درهم والاخر باقي له 65 ولا 67 ما عقلتش، المهم كامل 70 درهم. هاد الكونفيتير البنات زوين، هذا على حساب اللي كناخذو انا قبل الحلوه. هذا راه دايره 11 درهم وسميتو ديليس دي سود. ها انتما كما كتشوف كيجي فيه ريش بوند وتجي فيه الحلوه زوينه بزاف بزاف. هادي غير مطيشه ما بغاش نمشي للسوق، نمشي للسوق نتقدر ما عندي ما ندير بالتقضيه ديال غادي نجيبها غتخسر ليا. شفت غير مطيشه هنا ب 4 دراهم ونص مغلينها شويه، خديت تقريبا جوج كيلو تاخذ داخلها في هاد الصحن. اما انا بقى عندي التقضيه جات من اكادير داكشي باش تقديت على قبل باش مابقاش نخرج للسوق. وخديت هاد البواطه على قبل المجمد، بغيت ندير فيها غير هكا، بغيت نصايب ان شاء الله الكروس والحلوه وشويه المسمن، نصاوب كاع داكشي اللي خاصني ونسافر ان شاء الله الا بغى الله. هذه دايره 22 درهم باش خديتها. وخديت وحده اخرى عاوتاني كبيره، ها هي هذه كبيره، هذه خسرت 40 درهم باش خديتها. خديت هاد بريزيدون بغيت ندير به ان شاء الله واحد الكلاص زوين انا غنشاركو معاكم، ماشي كله غناخد منه غير شويه، المهم الشيء الاخر غنخدم به في شي حاجه اخرى. دايره 53 درهم. وخديت المايونيز، انا كنصايبو في الدار، عمرني شريته، اول مره غتشوفوني خديت المايونيز، خديته غير بعض المرات كنكون باغا ندير شي حاجه وكنعجز باش نصايبو كنكون مساليه ولا. ودابا هاد الايامات كاع الحليب كنجيبو بحال اليوم غادي نلقى خاسر، كي كنجيب حليب اليوم غادي نلقاه خاسر واخا فيه تاريخ طويل، حيت باقي عندنا الصاد في مراكش. خديت هادي والله ما عقلت بشحال، واش 17 واش 14 واش، المهم بحال هكا. هادو مشهور خدام غير مول الدار الطوموبيل، هادو غنمشي نديهم للتلاجة، هادو بحال كتاف ديال بيبي، بغيت ندير عليهم شوية هكا ندير لهم مريقة إن شاء الله، نديهم للتلاجة ونرجع معاكم إن شاء الله. وخديت باكية ديال السكر وحدة صافي، بقى عندي وحدة، وخديت اللدة باش ندير إن شاء الله الصابلي، غنديرو إن شاء الله باللدة، وخديت هاد جولي، المهم الطون ما نقولكمش. كلهم 30 درهم، ما لقيتش هذاك بوتي بيشور بزاف لي مارك كناخذهم ما لقيتهمش، لقيت جولي وطريه، المهم نفس الثمن. خديت غير واحد قلت نمشي لكازا نتقدى عند يونس نيت الطون، المهم ناقص عنده. وهذا الحجر ديال التليفون خديته، وها البواطه اللي قلت لكم حتى هي زوينه كتسد حتى هي مزيان، حتى هي ختل الفريكو هكا نخزن فيها داكشي اللي بغيت نخزن ان شاء الله. مع انني ما كعمرني اول مره غندير شي حاجه في الفريكو اول مره. خديت هادو ديال الشنيوله حيت هانتوما، هو هادشي من اوريكا ولكن عندي شنيوله في الدار. هادي كتشري، هادي كتشري، هادو كيعطوك مع هادو 10 ب 22 درهم، كل ليله كديري وحده كدير هنا وكتشعلي، ممكن كتطلق واحد الريحه انا ما كنشمهاش ولكن كتقضي على الشنيوله. هذه 22 درهم والعماره ديالتها ب 14 درهم، العماره فيها 20 وحده اللي فيها، يعني غتدي واحد الشهر هكاك، ومني تقاد العماره ناخذ العماره بوحدها ونحتفظوا بالبريز. هادو جوج باكيات ديال الخميره، هادي ماكدور غالبا كناخذها غير بعض ماسك ندير هكا في الحرشه معايا القاوله. خديت هنا هاد لي باطوني، هادو زوينين، كاينين وحدين رخص منهم ولكن اقبل عندها زوين حسن من الاخر، الاخر ب 10 دراهم واقبل دايره 12 درهم. هادي الملحه اللي كناخذ ديما، ما خديتش دامون بزاف، خديت غير هادو وواحد 8 اخرين حيت فيهم التاريخ قريب، هادي راه في 24 اوت هما الاخرين فيها غير 10 8. خديت هاد الحليب المركز المحلى، هذاك ماشي الاخر، داك نيس لي المركز المحلى ماشي العادي، العادي راه كنصايبو انا. وخديت هذا واقيلا ب جاي 20 درهم، وخديت هذا واقيلا ب 10 دراهم 7 دراهم، هاد الملونه بغيت نزوق بها الصابلي. وخديت هاد الكريم شونتي ب 12 درهم، وهاد الزيت خديتو الريحانه، هاد الزيت فاتيكا ديال الكوكو ديال جوز الهند ديال الكوك. وخديت جافيل
المهم هذا خديته ب 14 درهم وقيله. المهم هذا جافيل عنده مادة رابيد وزوين زوين، وما نقولش لكم راه كونسونطري يعني نزيدوا فيه الماء باش نخففوه، وما غاليش بالنسبه لهذاك زوين بزاف راه ما غاليش. خديت البرقوق البنات زوين، واحد البرقوق عرفتو غليظ وزوين، وخفنا راكم عرفتو برقوق الزنقه نصدقوا طايحين في داك البرقوق اللي يلقاوه بلاستيك في الاخر. كيدير 30 درهم الكيلو. خديت هادو ثلاثه خويتي داك الصاك. خديت حنا داك الروز الابيض الطويل هذا واقيلا ب 11 درهم ولا 12 درهم واقيلا. هذا الروز خديته مع قبل الشلاضه حيت الاغلبيه في العيد كنديروا هادشي الشلاضه. وخديت الروز الصفر خديت تقريبا هنا كيلو ب 11 درهم. بدا كينقص البنات كان كيدير 15، المهم راه نقص. هذه راه كيلو و5 غرام. والبنات اللي كيسولوني على الخماره راه ما كناخذش الخماره ديال العبار، كناخذ هذه. هذه راه زوينه، هذه راه كتبقى سخونه ما كتبردش. كناخذ هذه ب 23 درهم باش خديتها. هيا كنديرها في قاعه الزيت كتبقى عندي تقريبا شهرين 3 شهور. كما قلت لكم 23 درهم باش خديتها. خديت ايديال ما لقيتش الزا، خديت ايديال. المهم ايديال راه زوينه، ديال العبار اصلا كتكون محلوله كتكون بارده. ما عمرني خديت ديال العبار، غير واحد البنت كتبات لي قالت لكم ملي كتاخذ العبار ما كتصدقش لها الكيكه. انا هادشي اللي قلت خديتها في سباكيتي بانت لي هي اللي رخيصه. تحلات من تحت دايره تقريبا 7 دراهم وكاينه 10 دراهم وكاتبين فيها هنا ماد اون ايطالي. ما عرفتش اللي في الطاليان واش هاد البنات ديال البنات واش ديال الطاليان ولا لا. المهم هادي هي رخيصه، ثريا غاليه باريلا غاليه، المهم هادي هي اللي رخيصه خديتها. وخديت الذرة واخا عندي زدتني الذرة، زدتني ثلاثة. وخديت شامبينيون هذا رخيص بغير غير 14 ولا ما عرفتش شنو ولا 15، كاين 15 وقيلة، وكاين مول 17، كاين مول 20. المهم واحد يتخير وصافي، راه نفس كيبقى على حسب الماركات كيغلى. وخديت هاد كورنيشو. انا الصراحة كنت كناخد ديال العبار كيطلع رخاص من هذا، ولكن هذا بهاد الما اللي فيه واخا كنهز منه كيبقى ليا زوين. لاخر بالزربه كيولي كيتلصق وبحال تيدير واحد الطبقه بيضاء فوق منه، صافي مابقيتش كناخذو، كناخذ غير هذا. دير واقيلا 12 درهم هاد القريعه هادي. وخديت هاد الكونفيت هذا شويه ثقيل، هذا زوين تا هو ديال الماكله والحلوه. هكا الا بغيت ندير هكا الا بغيت ندير الحلوه نعمر من الوسط، هذا مكيسيحش. لاخر كيسيح ما نعمروش به الداخل ديال الصابلي. الا بغينا نعمرو به لداخل الصابلي نزيدو فيه شويه السكر باش يتقلو. هذا لا، هذا ثقيل ملي كنديرو شي شويه لداخل الوسط كيجي هو هذاك. خديت جوج كيلو سنيده. وخديت هاد الورق، هاد الورق النشاف خديت جوج ب 11 درهم. صافي هادي التقديه ديالتي، زعما راه التقديه غير اللي غنحتاجها في هاد الشهر، ما خديتش شي حاجه اخرى زعما زايده ولا. بالنسبه للمايس وداك الشيء وهادو كيعجبو، هاد لي شامبينيو كندير البريوات وكنخليهم في الفريكو وكنبقاو هكا نستعملهم في الليل بعض الخطرات في الفران ولا مع الطون مع الدجاج مع اي حاجه كنعمرهم داك الشيء باش كنستعملو. وهذا بغيت ندير لهم كلاص، دابا عرفتو الصهد ما ضروري داك شويه كلاص في الليل. صافي البنات غادي نزيد مني غنمشي لكازا ان شاء الله، غادي نزيدني الطون وغادي ناخذ الفرماج ديال الدهن ما خديتوش معايا، وغادي ناخذ داك الفرماج كره ما خديتوش حتى هو. المهم تقريبا هذا الشيء تقريبا شي 700 درهم هكاك اللي خسرت في هذا الشيء. وخديت هنا واحد جوج مهايات، خديت تقريبا واحد جوج مهايات دوك الصفرات. هاد المهايات الصفرا كتعجبني، دايره 4 دراهم الكيلو حتى في الزنقه داك ولا في الثمن اللي دايره. صافي دابا التقديه سالات، هذه هي التقديه ديال اليوم. دابا غادي ندوز نوري الاخت اللي بغات العجانه تشوفها وغنهي معكم الحلقه ان شاء الله. هادي هي العجانه اختي، هي هادي راه فيتا حطاها في القناه. هيا كيكونوا عندها جوج تلمات تاع العجينه، كيكون عندها واحد هنا وواحد هنا، كيكونوا عندها جوج باش كتعجن. كتعجن زوين لان كيعجنوا بجوج بهم، كتجيب الخبز زوين بزاف، كتجيب مسمن زوين. طوريس ماركه طوريس الثمن ديالها 3000 درهم. هادي هي التقديه البنات ديال اليوم. خليت لكم الراحه وفي امان الله.